يوم 15 سبتمبر 1916 وأثناء الحرب العالمية الأولى، كان الملازم البريطاني بازل هنريكس بيقود أول دبابة في التاريخ، الدبابة C-22، علشان يشارك بيها في معركة فلير في فرنسا. أول مرة نشوف الشيء ده في الحرب، حصن معدني ضخم بيتحرك في ميدان القتال جواه جنود ومهندسين محميين وبيضربوا نار على العدو بره. في اليوم ده تحديداً بدأ عصر جديد في عالم الحروب اسمه عصر الدبابات. على أواخر الحرب العالمية الأولى، كان وجود الدبابات في الحرب بقى أمر عادي بعد ما أثبتت كفاءة وفعالية، وبعد ما اتطورت وبقت أسرع وأقوى. وبعد ما انتهت الحرب العالمية الأولى، ابتدت الدول الأوروبية تحسن دباباتها استعداداً للحرب اللي هم مستنيينها وعارفين إنها جاية جاية. بريطانيا دولة المنشأ، هي اللي اخترعت الدبابة وهي أول دولة اشتغلت على تطويرها بعد الحرب. بس فرنسا برضو كانت من أسبق الدول اللي تشتغل على مشروعات الدبابات الحديثة قبل حتى ما الحرب العالمية الأولى تخلص. الكولونيل جون إستيان، ضابط المدفعية والمتخصص في الهندسة العسكرية، عمل جلسة مناقشة مع لوي رينو صاحب شركة رينو للسيارات، قعدة مطولة كده سنة 1915. على سنة 1917 كانت القعدة دي أثمرت الدبابة رينو FT17، اللي كانت نقلة نوعية ثورية في عالم الدبابات، لأنها خفيفة وسريعة وسوقتها سهلة. بس الأهم إن كان فيها فيتشر أول مرة يظهر في الدبابة، وهو إن فوقيها برج بيلف 360 درجة، يعني اللي جواها بيراقب وبيضرب في كل الاتجاهات. مفيش دبابة صنعت من أول رينو لحد النهاردة إلا وكان فيها برج بيلف 360 درجة. في نفس الوقت كانت فرنسا شغالة في السر على مشروع تاني لإنتاج دبابات شنايدر، ودي كانت دبابة شبه المركب كده، تصميمها بيقول إن وظيفتها إنها تخترق التحصينات. وشنايدر دي دخلت الخدمة قبل الرينو، وبرضو الكولونيل إستيان شارك في تصميمها. الراجل ده بيعتبر الأب الروحي للدبابة في فرنسا، لأنه كان مهتم بتطوير السلاح ده زي ما يكون خلفه ونسيه. منتهى الإخلاص للفكرة، رغم إن القيادة العسكرية الفرنسية بعد الحرب العالمية الأولى شافت إنه تطوير الدبابات ملوش لازمة لأن الحرب خلصت ومش هتحصل تاني. الروس برضو كانت ليهم محاولات غير ناجحة. على سبيل المثال 1910 كان عندهم مهندس في البحرية اسمه فاسيلي مندليف، وزي ما باين من اسمه كده هو ابن ديمتري مندليف اللي عمل الجدول الدوري للعناصر اللي كلنا درسناه في الكيمياء في الإعدادي. فاسيلي كان راجل طموح ومعجب بكونسبت الدبابة، بس واضح إن شغله في هندسة السفن خلاه يعمل بروتوتايب ضخم كان وزنه 170 طن، وده وزن رهيب إذا قارناه مثلاً بأتقل دبابة موجودة في وقتنا الحالي 80 طن بالكتير. هو عمل الدبابة زي ما احنا شايفين كده، شكلها شقة مش دبابة، وعمل لها دروع 120 ملي وحط عليها مدفع عملاق من بتوع السفن الحربية، يعني من الآخر عمل سفينة حربية بتمشي على الأرض، والمشروع كله كان مبالغ فيه وعلشان كده ما تنفذش. بالنسبة لألمانيا ما كانتش مهتمة قوي بتطوير الدبابات خلال الحرب العالمية الأولى. النموذج الوحيد اللي اشتغلت عليه الصناعات العسكرية الألمانية أيامها كان الـ A7V، ودي اتعمل منها 20 وحدة بس، شاركوا في المعارك الأخيرة في الحرب العالمية الأولى. تصميم شقة برضو، بس في العموم يعني ألمانيا ما كانتش من الدول المعجبة قوي بفكرة الدبابات، رغم إنها كانت من أهم أسباب هزيمتها في الحرب العالمية الأولى. كل دي كانت تجارب أولية ومحاولات قبل أو أثناء الحرب العالمية الأولى. السباق الحقيقي في تطوير الدبابة حصل بعد نهاية الحرب العالمية الأولى. وبعد الحرب اتفرض على ألمانيا معاهدة اسمها صلح فرساي، والمعاهدة دي حددت الجيش الألماني بعدد ضئيل جداً من الجنود، يدوب 100,000 جندي في زمن كانت الجيوش الأوروبية فيه بالملايين، وحددت كمان مستوى من التسليح مش مسموح لألمانيا تتخطاه، وكان من غير المسموح إن ألمانيا يبقى عندها دبابات لا تمتلكها ولا يسمح لها بتطويرها، وحتى اللي عندها يتفكك. معظم ضباط الجيش الألماني تحولوا لعواطلية طبعاً بعد المعاهدة دي،
ودي حاجة كسرت نفسهم. بس كان من بين الضباط دول ملازم اسمه هانز جوديريان، كان في الوقت ده عنده 30 سنة وكان خدم فترة في هيئة الأركان الألمانية. جوديريان كان شايف زيه وزي غيره إن صلح فرساي ده صلح مهين وظالم لألمانيا، وكان شايف إن البند بتاع حرمان ألمانيا من الأسلحة الحديثة أخطر وأسوأ شرط في المعاهدة. الشاب ده قرر إنه يدرس حروب الدبابات. صحيح إن ألمانيا خرجت من الحرب وكان كل الدبابات اللي عندها أقل من 20، بس صاحبنا جاب كل الكتب المتاحة وقعد يقرأ ويذاكر، وغالباً كان الشخص الوحيد في ألمانيا اللي مهتم بالموضوع ده ومعتبره حياة أو موت. وعلشان اهتمامه ومعرفته بحروب الدبابات اتقبل في الجيش الألماني كمدرب على خطط معارك المدرعات، رغم إن وقتها ما كانش حتى شاف دبابة من جوه. قرار الجيش الألماني إنه يدرب جنوده أصلاً على حروب الدبابات بيقول إن ألمانيا كانت ناوية تخرق شروط صلح فرساي. طب النية موجودة، بس الدبابات نفسها مش موجودة، إيه العمل؟ جوديريان بنى مكتات للدبابات عبارة عن هياكل معدنية شبه الدبابة من بره، وركبها على عربيات عادية وجرارات زراعية علشان تبقى شبه الدبابة ويقدر يدرب جنوده عليها. صحيح مش دبابات حقيقية، بس هي خطوة وأحسن من مفيش. بس الأحسن من مفيش بجد بقى لما عرف جوديريان إن القيادة الألمانية عايزة تخرق صلح فرساي وتصنع دبابات حديثة. القيادة الألمانية تواصلت مع عمالقة الصناعة الألمانية، دايملر بنز بتاعة المحركات والسيارات اللي صنعت بعد كده العربيات المرسيدس وكانت بتصنع محركات الطيارات، وراين ميتل المتخصصة في صب المدافع، ودي لسه شركة من أكبر شركات السلاح لحد دلوقتي، وشركة كروب بتاعة الصلب والزخيرة اللي بعد كده صنعت أكبر مدفع في التاريخ. وكان الاتفاق واضح، عايزين نصنع دبابات في السر، ويبقى الظاهر من الموضوع إننا بنصنع جرارات زراعية مش دبابات. في الحالة دي بقى نبقى محتاجين حتة هادية وأمان علشان نعمل فيها تجارب الدبابات ونعمل فيها التدريبات على الدبابات الحقيقية بدل الماكتات. نروح فين؟ ألمانيا قررت تتفق مع واحد من أكبر أعدائها في الفترة دي، مع الاتحاد السوفيتي. روسيا كانت بتحارب ألمانيا في الحرب العالمية الأولى لحد ما قامت فيها الثورة البولشوفية اللي أطاحت بالقيصر نيكولاس الثاني وعملت نظام حكم شيوعي جديد. الحكم الشيوعي الجديد ده طبعاً زعل فرنسا وبريطانيا، فبعتوا دباباتهم علشان تقمع الثورة البولشوفية وتحاول تسقط الشيوعيين من الحكم. بس اللي حصل إن الدبابات دي وقعت في إيدين الشيوعيين اللي استخدموها وفكوها وركبوها من تاني وحاربوا بيها في الحرب الأهلية الروسية. كل اللي كان عند الاتحاد السوفيتي في الوقت ده كان حوالي 200 دبابة، والمهندسين الروس الكويسين طفشوا من البلد بظروفها الصعبة وسط الثورة والحرب الأهلية. فألمانيا عرضت على الاتحاد السوفيتي صفقة لا يمكن تترفض، إحنا هنديلكوا التمويل والمهندسين اللي بيفهموا والتخطيطات بتاعتنا، وإنتوا تدولنا حتة أمان بعيد عن ألمانيا نعمل فيها الشغل بتاعنا. وقد كان سنة 1926 الاتنين راحوا في حتة اسمها قازان، على بعد 800 كيلو شرق موسكو، يعني على بعد 2500 كيلو متر من ألمانيا، وعملوا هناك مجمع صناعي سري بتمويل من ألمانيا، والموقع ده كان اسمه كاما. وفي كاما كانوا الضباط والمهندسين الألمان والسوفيات بيشتغلوا سوا على الدراسات والتصنيع للنماذج الألمانية الحديثة للدبابات، وبيتدربوا على استخدامها وعلى تطوير خططها. وطبعاً كان الألمان في مجمع كاما بيلبسوا اليونيفورم العسكري السوفيتي علشان يحافظوا على سرية المشروع المشترك. في الوقت ده كانوا السوفيات بيطلعوا على النماذج بتاعة الدبابات الألمانية، وكتبوا تقارير إنهم شايفين إنها دبابات تقيلة وبطيئة ومعقدة زيادة عن اللزوم. وابتدى الاتحاد السوفيتي يشتغل بمفرده على تطوير دباباته بناء على التجربة الألمانية، وابتدى يصنع نماذج دبابات أخف في الوزن وأسرع في الحركة وأسهل في الاستخدام. وطبعا استفادوا من التمويل الألماني وأخدوا جزء كبير منه، عملوا بيه مصنع سوفيتي للدبابات في مدينة اسمها خاركيف. ده بقى كان مشروع سوفيتي خالص. سنة 1931 هانز جوديريان كان بقى ضابط برد بتعقيد، وراح زار مجمع كاما، وهو كمان شاف إن الدبابات الألمانية بطيئة ومعقدة، وبناء على تقاريره ابتدت الهندسة العسكرية الألمانية تعمل نماذج جديدة تبقى أخف وأسرع.
وهنا أيها السادة ظهرت إلى الوجود الدبابة بانزر واحد. دبابة أخف في الوزن لأن الدروع بتاعتها كانت حوالي 3 سنتي بس، يدوب تمنع طلقات المدافع الرشاشة، وكان المحرك بتاعها قوي مع وزنها الخفيف. سرعتها وصلت 37 كيلومتر في الساعة. والسوفييت كمان لقوا مخترع أمريكاني اسمه جون والتر كريستي، وده كان راجل عمل ابتكارات مهمة زي نظام تعليق متطور للدبابات وتحديثات في المحركات، بس الشغل بتاعه ما كانش عاجب الجيش الأمريكي. قاموا السوفييت اشتروا منه أفكاره وبراءات الاختراع بتاعته واستخدموها في تطوير دباباتهم، ومن ضمنها الدبابة بي تي اللي كانت وقت ما اتعملت أخطر من البانزر الألمانية لأنها كانت ضعف وزنها، كانت 11 طن، وفي نفس الوقت كانت بتتحرك بضعف سرعتها يعني 80 كيلومتر في الساعة، وبكده كانت أسرع دبابة في العالم في الوقت ده. بس نقطة الخطورة والتميز الأهم في البانزر الألمانية هو إن كل دبابة كانت مزودة بجهاز اتصال، وده التطور الثوري اللي حول البانزر لدبابة لا تقهر على الأقل في الفترة الأولى من الحرب العالمية الثانية. قبل البانزر واحد كانت الدبابات بتدخل المعارك تلوش. تخيل الوحوش المعدنية دي كلها بتطحن في بعضها وهي مفيش بينها وبين بعضها أي اتصال، أو هي مفيش بينها وبين قيادتها أي اتصال. وتخيل بقى الفرق اللي هيحصل أول ما الدبابات دي تبقى متصلة ببعضها، هتتعاون سوا إزاي وتستجيب لأوامر القيادة إزاي، وهيبقى الفرق في فعاليتها عامل إزاي. في يناير 1933 اتعين الزعيم أدولف هتلر مستشارا لألمانيا. هتلر اللي كان جزء من برنامجه الانتخابي هو إلغاء صلح فرساي تماما، ومن ضمنه شروط تجريد الجيش الألماني من السلاح. وبمجرد وصوله للحكم طلب هتلر إنه يشوف الدبابة بانزر واحد دي، وفعلا هانز جوديريان جاب الدبابات وعمل بيها تجربة قدام هتلر في برلين. الدبابة عجبت هتلر أيما إعجاب، وأصدر قرار بإنتاجها بأعداد ضخمة. عيني عينك كده. بس بريطانيا وفرنسا طنشوا الخطوات الاستفزازية دي وسابوا هتلر ينتج دبابات ويبتدي في إعادة بناء الجيش الألماني وتسليحه. هتلر أمر بإغلاق مصنع كاما، المشروع المشترك مع الاتحاد السوفيتي، وانطلق بقى في مشروع تطوير البانزر اللي بقى فيه منها نسخ أحدث وأقوى وأكبر كمان. ومش هتلر لوحده أو ألمانيا لوحدها، إنجلترا وفرنسا وأمريكا والاتحاد السوفيتي على بداية الحرب العالمية الثانية كان كل واحد منهم عنده آلاف الدبابات، وكان واضح جداً إن الحرب القادمة اللي هي بقت الحرب العالمية الثانية هتبقى حرب الدبابة هتلعب فيها دور رئيسي. قبل الحرب العالمية الثانية مباشرة، بالتحديد سنة 1936، جت فرصة إن الأجيال الجديدة من الدبابات اللي بتتعمل تتجرب، مش تجارب ميدانية على الهواء ومشاريع حرب وكده، جت فرصة إنها تتجرب في حرب حقيقية وتواجه بعضها كمان. سنة 36 حصلت الحرب الأهلية الإسبانية، وحصل إن ألمانيا كانت بتساند طرف في الحرب والاتحاد السوفيتي بيساند الطرف التاني. في الوقت ده كان مصنع خاركيف اللي عمله ستالين مطلع 6000 دبابة بي تي، اللي هي المفروض أكبر أسرع من البنزر الألمانية اللي كان هتلر برضو أنتج منها آلاف. والحرب الأهلية الإسبانية كانت فرصة علشان كل جيش منهم يجرب الأسلحة الجديدة دي، وعملياً وفي ميدان قتال حقيقي. الاتحاد السوفيتي بعت دباباته البي تي أسبانيا، أم هتلر قرر يبعت البنزر برضو. وفي 30 أكتوبر 1936 وقفت الدبابات دي قصاد بعضها وحصلت المواجهة. الغريب بقى إن البنزر الألمانية اللي هي نص الحجم ونص السرعة هي اللي كسبت، ودمرت أعداد كبيرة جداً من الدبابات السوفيتية. والمهندسين السوفيت لاحظوا مشكلة عامة في الدبابة بي تي، وهي إنها بتولع بسرعة. حطام الدبابات المتدمرة رجعت المصنع بتاعها في خاركيف علشان نشوف إيه المشكلة وإيه نقطة الضعف اللي بتخلي البي تي تولع بسهولة وتتهزم قدام دبابة أضعف منها نظرياً زي البانزر. وفي مصنع خاركيف كان في مهندس عبقري مجتهد اسمه ميخائيل كوشكين، واحفظوا الاسم ده كويس، ميخائيل كوشكين. الراجل ده كان مغرم بتصميم الدبابات، فهم ان المحرك بتاعها اللي شغال بالبنزين وتصميمه مكشوف بياخد طلقه يولع، تتصلح ازاي؟ هو شاف انها خساره فيها التعديل، وان الاحسن انه يشتغل على تصميم جديد، او بالاحرى يكمل شغل على التصميم الجديد اللي كان شغال عليه فعلا من سنه 34، وعلشان كده سماه تي 34. بقى بالنهار يشتغل على الدبابه اللي بتولع دي،
وبالليل يقعد يشتغل على مشروع T-34. الفكرة الأساسية إن كوشكين كان عايز يحمي طقم الدبابة، وبالتالي لازم يحمي الدبابة نفسها من الإصابة. مش عاملين إحنا معدة عسكرية متكلفة كل ده وجواها ضباط ونسيبها تتضرب من أول طلقة يعني. أول فكرة جات لكوشكين إنه يعمل محرك ديزل مش بنزين، علشان الديزل ما بيولعش بسرعة زي البنزين. تاني حاجة، ودي كانت فكرة جبارة في تاريخ تصميم الدبابات، هي إنه يعمل الدروع بتاعتها مايلة من كل ناحية، علشان الطلقات المضادة للدروع ما تبقاش في مواجهة مباشرة مع الدرع، في فرصة يعني إنها تتزحلق عليها وتنحرف عن مسارها وتفقد قوتها. تصميم T-34 أخد 5 سنين شغل لحد سنة 1939، السنة اللي بدأت فيها الحرب. قرر ميخائيل كوشكين يعرض مشروعه على وزارة الدفاع السوفيتية. القيادة بصت على وزن الدبابة، تصميم T-34 هيخلي وزنها 24 طن، يعني قد البيتي اللي بتولع دي مرتين. وزن أكتر، حديد أكتر، يعني تكلفة أكتر. قالوا له لا، مش عجبانة، فكك منها وركز في تعديل البيتي زي ما أنت. كوشكين عمل الحاجة اللي أي عبقري هيعملها في الوقت ده، إنه يؤمن أكتر بفكرته، وبيقرر صاحبنا ينفذ النموذج بنفسه. وبالفعل بيعمل كوشكين أول بروتوتايب لدبابته وبيجهزها للتجربة العملية. الراجل خلص النموذج بتاعه وكتب جواب للرئيس ستالين شخصياً حكاله فيه الحكاية كلها، وإن عنده دبابة هتبقى هي الحل وهتجيب من الآخر. ستالين قرى الجواب واقتنع شوية، وبعد قال لكوشكين هات الدبابة يا عم نجربها. كوشكين بقى مش يحطها في قطر مثلاً ولا يحملها على عربية نقل ويوديها موسكو، لأ، قرر إنه يسوقها لحد موسكو. 800 كيلو متر بالنسبة لدبابة مشوار مهول. المشوار في حد ذاته يعتبر تجربة أداء محترمة للدبابة. إحنا طولنا في الكلام عن الدبابة T-34 رغم إن الدبابات الألمانية كانت أكتر شراسة وأكتر تطوراً وأكتر كل حاجة. ده بقى فيه بانزر 1 و2 و3 و4، وكل جيل كان أكبر وأقوى من اللي قبله، بس إحنا طولنا في الكلام عن الدبابة السوفيتية T-34 لأن هي دي الدبابة اللي حسمت الحرب كلها في الآخر. كوشكين وصل موسكو بالT-34 بالسلامة، وستالين خلاه يعمل بيها مناورات ما تعملتش بأي دبابة تانية في الدنيا، لدرجة أنه قال له روح بيها فنلندا وتعالى، وراح ورجع. وفي كل التجارب دي أثبتت T-34 أنها دبابة سريعة وخفيفة رغم وزنها الكبير وفعالة كأفضل ما يكون. ستالين اتبسط وأمر بإنتاج T-34 بالألاف. الدراما في الموضوع إن ميخائيل كوشكين نفسه ما حضرش إنتاج الدبابة بتاعته، ولا عاش علشان يشوفها بتنتصر في الحرب العالمية التانية، لأنه أصيب بالتهاب رئوي في الرحلة من خاركيف لموسكو ومن موسكو لفنلندا رايح جاي في برد تلاجة ومطر. وبعد ما خلص تجارب الدبابة دخل المستشفى وتوفى، وساب لنا الدبابة اللي انتصرت على أقوى دبابة في التاريخ، التايجر. الدبابة تايجر هي بكل تأكيد أفضل وأجمل قطعة سلاح اتعملت في الحرب العالمية التانية. إزاي ما تبقاش أحلى حاجة واللي مصممها هو فيردناند بورش، الراجل اللي اسمه دلوقتي بيتحط على أغلى وأجمل وأسرع عربية في الدنيا، البورش يا جدعان. قبل ما تستغرب إن الشركات المشهورة دلوقتي بصناعة السيارات كانت أيام الحرب بتصنع معدات حربية، خليني أقولك إن زي ما رينو صنعت لفرنسا أفضل دباباتها، وبورش صنعت لألمانيا أفضل دباباتها، أول دبابة أمريكية كانت من تصميم وصناعة فورد. ميتسوبيشي كانت وما زالت هي اللي بتصنع دبابات اليابان. بي ام دبليو صنعت معظم محركات سلاح الجو الألماني في الحرب العالمية الأولى والتانية. الشركات دي بنت اسمها ومجدها وقت الحرب لما وقفت جنب بلدها وقدمت خبرتها في مجال السيارات والمحركات للمجهود الحربي. بالنسبة لفيردناند بورش، هو ما كانش استثناء في إنه يساهم في المجهود الحرب الألمانية، بس كان استثناء في الإبداع. التايجر شارك في تصميمها شركة هنشل، ونقدر نقول إنها خليط ما بين تصميم بورش وتصميم هنشل. دبابة وزنها 55 طن ماشية على كاتينة عريضة علشان تقدر تشيل الوزن ده وتتحرك في ميادين الحرب الأوروبية اللي محتاجة قدرات مناورة عالية. محرك 12 سلندر مايباخ شغال بالبنزين وبيطلع 700 حصان بيحركها بسرعة 38 كيلومتر في الساعة، سرعة مش بطالة على الوزن ده. الدروع 120 ملي، يعني مفيش دبابة عند الحلفاء تعرف تفوت فيها. ومدفع التايجر كان فيلم رعب لوحده، مدفع عيار 88 ملي يقدر يدمر أي دبابة بقذيفة مباشرة على بعد 2 كيلو. التايجر
كانت دبابة معقدة وصناعتها بتاخد وقت طويل، وده كان أخطر عيوبها في حرب. كان متوسط عمر الدبابة فيها على الجبهة شهرين ويمكن أقل، علشان كده اللي أنتج منها كان 1350 دبابة بس ما بين 1942 و 1944. قدام الدبابات السوفيتية تي 34 أو الشيرمن الأمريكية ما لحقتش تعمل حاجة. معظم الدبابات التايجر اللي شاركت في الحرب استسلمت من غير قتال، بس التصميم بتاع الدبابة التايجر عاش بعد الحرب ما خلصت، وهو التصميم اللي اتعملت بيه الدبابة ليبرد اللي هي واحدة من أفضل دبابات القتال الرئيسية النهاردة، إنتاج ألماني أمريكي مشترك ومن إنتاج بورش برضو. التايجر اتقلبت كذا مرة ودخلت في تصميم غير الليبرد زي الدبابة مركافة، دبابة القتال الرئيسية في الجيش الإسرائيلي. بصمات التايجر موجودة في كل دبابة موجودة النهاردة، زي التي 90 دبابة القتال الرئيسية في الجيش الروسي، وزي الدبابة الأبرامز دبابة القتال الرئيسية في الجيش الأمريكي، واللي بالمناسبة بتتصنع في مصر في مشروع مصري أمريكي بريطاني مشترك. دي كانت لمحة سريعة على تطور الدبابات في الحرب العالمية الثانية، لمحة سريعة مش شاملة كل المعلومات اللي في الدنيا عن السلاح الرهيب ده، بس ممكن تعتبروها مقدمة لتطور سباقات التسلح اللي خلقته الحرب العالمية الثانية.